عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد، نهار جميل، نهار مشمس. الشمس والصاد عارفه سميتو. اليوم كيف كتشوفوني بطابليتي، واخا يلاه حيت من سميتو واحد اخر توسخات، قلت صافي ماشي مشكل. انا سميتو حيت انا ما نقدرش نخدم بلا طابليه، كنبغيش نوصح حوايجاتي واخا ما حوايج ديال الدار، ولكن ما كنبغيش نوصل، كنبغي ندخل الكوزينه، كنبغي ندير طابليه. مهم بين قوسين، اليوم بغيت ندير معكم واحد الوصفه اللي لا ماجور بارتي ديال الناس راه كيعرفوها، سيرتو اللي ساكنين على السواحل كان محيط الاطلسي ولا البحر الابيض المتوسط، راهم معروفين بهاد الوصفه. ودابا راه كلشي ولا كيديرها، ان شاء الله كومون ديغيج الامهات راه ولاو بارعات في الطبخ. مهم اليوم غنشارك معكم الطريقه ديالي كيف كندير الصنور ديالي. مهم عندي هنايا 4 بيتسي، 4 الاجزاء. مهم انتم معايا تشوفوا المراحل كيفاش كنديرها بالصنور بالبصله والزبيب. المهم انا ما عنكثرش الزبيب حيت راجلي ما كيبغيش الحلاوه بزاف، حيت كاين اللي كيديرها على شكل كيعصر البصله وداكشي. نو انا عنديرها على طريقه التقليديه ديالنا، ديال كيف كانت كناكلوها في دارنا، اللي لا ماجور بارتي ديال الناس ديال البحر كيديروها بحال دوك اللي مولفين كيديروا الصنور بسميتو كيديروا. المهم انتم تبعوا معايا الطريقه. المهم دابا نبداو في الطريقه، نبداو نديروا اللقامه ديالنا. اول حاجه غنديروا الربيع، القزبر والمعدنوس، و اللي ما عندوش القزبر يدير المعدنوس، واللي ما عندوش المعدنوس يدير القزبر. المهم لكم اختيار. المهم عندي واحد الكونتيتي تقريبا بحال هكا، الحوت كيبغي الربيع. ابري ندير الخرقوم البلدي تقريبا معلقه بحال هكا ولا معلقه ونص صغيره. المهم انا عندي العين الميزان، نحيد هذه باش تعطيني تقريبا معلقه ونص. عندي شويه الملون، ها شويه القرفه تقريبا عندي جوج معلقات صغار، حيت هاد الحوت كيبغي القرفه حيت كيبغي يجي حلو. وديك الساعة نزيد من بعد في لاصوص نزيد. المهم سكين جبير تاهو تقريبا معلقة، انا عباري في عينيا كنشوف بيان سور التحميرة حلوة. والابزار، الابزار تقريبا معلقه ما عامراش. وعندي فطامه ديال الزعفران، الطريقه دي كتجي زوينه وحاولوا تجربوها. اوكي وعندير شويه الثومه مدقوقه حيت نحك الاخرى، حيت هذه كتعطي واحد البنه زوينه هي والبصله المدقوقه. اوكي وغنحك جوج ريوس تاع الثومه. اوكي غنمروا للزيت، غنعبروا بهذا الكاس هذا
غندير نص كاس ديال الروميه، نص كاس ديال زيت البلدية، زيت الزيتون، وبطبيعة الحال ما نساوش الملح. نضيفوا الزيت، صافي. دابا غنخلطوا كلشي، المقادير اللي درنا، وعاد ندير فيهم الحوت. بالطريقة هذه نبدا نصايب الحوت ديالي هنايا، ونشرملو مزيان، ندخلو الطغميرات، شرميله، كل شيء. راكم متبعين المراحل، خليكم معايا، شوفوا طاجيني كيفاش جا، كيجي بنين وروعه. الحوت انا كنجيبو من روسيتو اللي كيتواجدو هنايا في ايطالي، تيدير الحوت فريسكو والحوت جديد. صافي، الطرف ديالي الاخر بهذه الطريقه. احنا ختمنا الحوت ديالنا، رقدنا، نحطو على جهه، نحيدو هادي. دابا غنوريكم واحد الطريقه، سمحوا لي بلاتي، نضيفو الزعفران شعره، نشعل على الطاجين ديالي، نشعلت على الطاجين، نضيفو الزعفران شعره، هذا كناخدو من اوروسبين، رخيص وزوين. بريما كنت كناخدو من ايسيلونغا، ولكن اوروسبين ارخص. صافي، نحركو، نشدو البصلة ديالنا اللي شلط، تقريبا شلط 5 البصلات، نخلطوها في هذا الخليط باش تشرب لقان بالطريقة هذه. كيف كتشوفوا، نشرب هذيك القامه باش طيب في نفس القامه ديال الحوت. ونبداو نفرشوا في الطاجين ديالنا بالطريقه، طريقة هكا. نضيفو النصف الاخر، نشلطو في نفس القامة اللي بقات. دابا غنقومو بنوضعو سميتو الاجزاء ديال الصنور.
بالطريقه هكا، واحد في ساعه كيطيب ما كاينش الطياب، ونقصوا عليه عافيه مهيله باش يجي الطاجين مشرب وتجي داك البصله مع السلافي كوم سا بالطريقه هذه. هاد شويه الليقه ما بقات نوريكم شنو ندير، نكمل نخلط هذه اللي بقات عندي في الشوطوله ديالي كوم سا. هي تاهي تشربات بهاديك الليقامه داك الزيت كلشي، ونديرها عليه نفرش عليه في حرقه بالطريقه هكا. حيت البصله عطلق الماء ديالها، ولكن ولا بد ما نديرو شويه الماء نشلو غير هاد الشوطوله ديالنا شوبينا، ونضيفو شويه الماء بالطريقه هذه. ندور هنا في الجناب الطاجين، دابا غنمرو الزبيب ديالنا. يعني الزبيب انا درت شويه حيت اصلا ولادي انا ما كيبغوش، راه جيتو ما كيبغيش. نديرو عليه هنا الفوق كوم سا هكايا، وهاد الليقامه اللي بقات ليا من الحوت هي اللي غنخويها هكايا. وما فيها باس نشلو الطبيسين، كنوريكم انا نفس الطريقه اللي تعودت انا في دارنا. تبارك الله الام ديالي كانت كطيب مزيان، الله يرحمها الله يرحم الجميع، اللي عندها مويت الله يخليها لي. الام شي حاجه كبيره، اللي عندها مويتها تهلا فيها الوالدين بجوج، كي الاب كي الام، فاش كيخطاوك كيولي عندك واحد الفراغ كبير في الحياه ديالك. ايوا الله يخليك على المويمات، والله اللي مريضه لي مويمات الله يشافيها. ما جات كورونا الناس مساكن تمحنوا في الظروف اللي كانت خايبه. صافي نزيد شويه القرفه شويه من صافي، ومن بعد الطريقه نسدو الطاجين ديالنا ونخليوه يطيب على عافيه مهيله، يجي معسل ويجي غزال. ومن بعد تشوفوا الطريقه ديالي ان شاء الله، تشوفوا كيفاش جا في الاخر ديالو، تشوفوا الطبق النهائي ان شاء الله. دابا ان شاء الله ننتقل نصايب كيكه كيف كتشوفوا. المهم كيكه عادي عنديها بالحامض، داكشي اللي كيتواجد عندي في الثلاجه، وبالحليب صافي. المهم كيكه باش نفطروا ولا في حد من ولادك كيبغوها مع دانون راجلي حتى هو، وانتم معايا. دابا نحك هاد الحامضه كامله ونعصرها كامله باش تجي فيها لذة الحامض، باش غلب عليها الكوستو ديال الليموني. دابا هي عاد نقلي الشرن جابو راجلي، انا ما عنديش معاه، انا كاع الحوت لي بحال هكا لونو ازرق ما عنديش معاه، عندي من الحوت لي لونو ابيض. ولكن هذا مفيد بزاف هاد الحوت هذا الشرن. المهم نديرو المقلة ديالنا تسخن، الطاجين ديالي راه باس كيشرب. الكيكة ديالي درتها في الفران، المهم هنايا في الدقيق درت غير شوية البزار شوية الكمون شوية التحميرة شوية الملح، صافي سخون الزيت ديالي صافي. الطاجين ديالي جا على مزيانات وريحته طالعة كتحمق،
نخلط بحركة بلا ما تخلص الزيت. صافي ودنا صافي الزيت ديالي نقلي الحوت ديالي. وجدت البلا ديالي فين غندير كيدير هذاك الطيب. صافي نتوما معايا دابا يعني سخون الزيت ونبدا نقلي. صافي بهاد الطريقة الحوت ديالنا ونخليو تقلى. صافي تنكملو على هاد الطريقة هادي ان شاء الله. واحد النقطة الحوت ها هو التقلى الاول ما نخليوش ما نجهدوش عليه اول حاجه العافيه وما نقليوش بزاف تيولي لحمو كيبونج نو. خاص الحوت يتقلى في عافيه متوسطه ونحاولوا ما نقليوش بزاف حيت لا قلينا بزاف تتحرق داكشي صافي كيحيد هذاك الطعم ديال الحوت ديالو. خاصو يكون بحال هكا ما نطولي هاد الشوفات نكملهم وصافي غنوصل للطبله نحضر نتوما معايا. الكيكه ديال وجدات انا خرجتها من الفران دابا شويه ياكلوا منها الدراري حيت ما كيبغوهاش سميتو. من بعد نقدر ندير فيها هاد اللوز من الفوق ولا سكر كلاصي. المهم ندير درتها على حسب دانون نبدا نشرب اتاي. المهم ديما نوصل الامهات فاش يساليو من القلي ديما في ما يساليو من القلي تاع البطاطا ولا اي حاجه ديما ما نتلاهوش. اول حاجه ما ندير نشد المقله ونسبوستيها نسخرها اللور ديما غير مجرد نطفى البوطه على المقله نسخرها اللور تاخذوا لي عندهم الاولاد الصغار. انا حتى ولادي كبار دابا انا ديما كنكون راده البال ولا المقله في حدبه ديال الزيت ولا شي حاجه نشدها نخشيها ديريكتومون في الفران تحت كوم سا جو سري ترونكيل وما كان ما وقعوش الافاس وداكشي حيت الدراري الصغار مشطونين وحتى الكبار. انا دابا ولادي كبار داكشي بمجرد سميتو كنرجع المقله ليها وكنغطيها بشي حاجه. يلا المهم الحوت ديالي نوريكم الطبله نوريكم الطاجين ديالي كيفاش جا ديال السمور تبارك الله جا معسل ومقا واقفة على مزيناتو. إلا كتوحم تسمح لينا ولا كتشاهد تسمح ليا. أو بيان سيغ دابا راه وقت العنب أو ها الشران ديالي هاهو. إيوا كان هذا الفلوق ديالي تاع اليوم. يلا بصحتكم وبصحتنا.